شكرا جزيلا. معلش طبعا يوم دسم ووجبه دسمه، انا مش دخلتش في هايبو جلسيميا، احنا دخلنا في هايبو مكسيديما كوما الحقيقه، بس كويس. انا اتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون ظريف، وهنقول هنت كده عن مواضيع بسيطه. اتكلمنا عن الهايبو والهايبر، انا والدكتور احمد ان شاء الله هنتكلم عن موضوعين بسيط في الاخر. موضوع النهارده عن البوست بارتم سيروديز. طبعا بحب اشكر في الاول الاستاذ الدكتور ايهاب سالم، الاستاذ الدكتور احمد تاج، الدكتوره بسمه طبعا تعبت النهارده في اليوم كتير، وشركه العمليه على سبونسرنج اليوم. النهارده هتكلم عن البوست بارتم سيروديتس. هبتدي بكويز في الاول. 32 يير اولد فيميل، نو باست ميديكال هيستوري، جايه ب 2 مانس بوست بارتم فولو اب، الفيزيكال اكزامينيشن انكلودنج ثايرويد مش كان فيه اي مشكله، الفايتال ساينز كانت كويسه انكلودنج الهارت ريت، بلاد بريشر، تمبريتشر. فتره اللاكتيشن دلوقتي 2 مانس اولد دوتر، اللاب بتاعها تي اس اتش سبريسد، الفري تي 4 عالي شويه، تي اس اتش سبريسد بس ديتكتد، والفري تي 4 عالي شويه. يبقى ده منظر ايه استاذ الدكتور ايهاب قاله في الاول؟ هايبر ثايروديزم او ثايرو تكسكوزس. ايه من الحاجات دي هيكون ذا بيست نيكست ستيب ان مانجمنت اوف ذس بيشنت؟ هل هدي انثايرويد دراج كاربامازول؟ حد هيدي كاربامازول في حاله زي كده؟ اوكي. هل ويت اند سي، يعني هتابع بعد شويه؟ حد موافق على الاوبشن ده؟ اعتقد معظمنا. هل هدي بروبرانولول؟ لو احنا شفنا السلايد اللي فاتت الهارت ريت بتاعها كان كويس، هل محتاج ان انا ادي سيمتوماتيك تريتمنت؟ ولا هعمل ثايرويد الترا ساوند؟ هنشوف دلوقتي. ماي اجندا فور توداي ديفينيشن اوف بوست بارتم ثايرويدايتس، ذا ابيديميولوجي، الايتيولوجي او الباث فيسيولوجي، برزنتيشن، الفيز المختلفه من بوست بارتم ثايرويدايتس، هاو تو سيرش فور ات، وهل السكريننج ده يونيفرسال لكل الناس ولا لا؟ How to treat it and take home message. الكلام بتاعي النهارده هيكون في اطار تو جايد لاينز في 2012 وفي 2017، اندوكراين سوسايتي والامريكان ثايرويد اسوسيشن في 2017. What is postpartum thyroiditis؟ كنا اتعلمنا زمان لما ننزنق في definition بتاع اي حاجه نقرا بالعربي. It is inflammation, itis of the thyroid, thyroiditis, postpartum that occur after labor. لان الطب ايه؟ طب سهل، صح؟ فاكرين الكلمه بتاعت مين؟ المطري، صح. بوست بارتم ثايرويدايتس ده ذا اوكيرنس، وده الديفينيشن ويتش از مور الستريتيف مور انستراكتيف، اوكيرنس اوف ثايروتوكسكوزس هايبوثايروديزم او ثايروتوكسكوزس فولود باي هايبوثايروديزم، اللي بيحصل في اول سنه بعد الولاده، مش هيعدي الفتره دي، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه اي هيستوري اوف ثايرويد ديسفانكشن. ده انفلاماتوري اوتو اميون، وهنشوف الباث فيسيولوجي دلوقتي. وده غالبا almost exclusive بيحصل في الست اللي عندها انتي بي او انتي بودي. ايه الابيديميولوجي بتاعه؟ في وايد رينج من اختلاف الليتريتشر واختلاف الستاديز اللي اتعملت. حوالي 5% ده البريفلنس بتاعه، بيتراوح من 1% لحد 16%. It is not uncommon. مور كومن في الستات اللي عندها اوتو اميون ديس اوردر زي تايب 1 دايابيتس، زي تريتد جريفز ديزيز، زي الكرونيك اكتيف هيباتيتس مثلا فور اكزامبل، سيستيميك لوبس. والناس اللي عندهم قبل كده history of previous postpartum thyroiditis are at more risk of postpartum thyroiditis. وزي ما كنا بنقول زمان hypoglycemia predict hypoglycemia، ممكن اقول هنا ان postpartum thyroiditis predict postpartum thyroiditis. What has happened؟ ايه اللي حصل؟ ليه حصل في الستات دي postpartum thyroiditis؟ اثناء البريجننسي بيحصل suppression، او عشان اكون اكثر دقه، حصل relative suppression للاميون سيستم. The rebound of immune system بعد البريجننسي بيخلي يحصل حاجه اسمها autoimmune phenomena. الثايرويد كسلف انتيجين مستخبيه من الايميون سيستم، جسمك متعرف عليها، الايميون سيستم عارف انها من الاصدقاء مش من الاعداء. نتيجه جينيتيك بريديسبوزيشن الجسم ابتدى يتعرف عليها كفورين انتيجين، بعد كده اتعمل ضدها autoimmune phenomena، اتكون ضدها انتي بودي، وبالتالي حصل destruction. It is destructive thyroiditis. وطبعا as a rule of thumb، as a rule مش هيحصل ده في اي حد. في ناس كتير عندها تي بي او بوزيتيف بس مش كلهم هيحصل لهم ده، لازم يكون في جينيتيك بريديسبوزيشن توجذر ويز انفيرمنتال تريجر، اللي هيكون عندي في الاخر ذا اوتو اميون ديزيز. مين اللي عندهم ريسك فاكتور عشان يجي لهم بوست بارتم ثايرويدايتس؟ الناس اللي عندهم اوتو اميون ديزيز، فور اكزامبل تايب 1 دايابيتس، اي اندكراينوباسي تاني لي اوتو اميون نيتشر، الناس اللي عندهم بوزيتيف انتي بي او،
والبريفالنس بيكون اعلى فيهم. الناس اللي عندهم previous attack زي ما قلنا من البوست بارتم سيروديتس، ولو في فاميلي هيستوري اوف بوست بارتم سيروديتس. وهقول لكم دلوقتي الكلام ده مهم لان دي الناس اللي انا بدور عليها وانا بعمل سكريننج للبوست بارتم سيروديتس. واهم نقطه هنا هي التي بي او بوزيتيفيتي والبريفيوس اتاك اوف بوست بارتم سيروديتس. الكلينيكال كورس بتاع البوست بارتم سيروديتس بيبدا بترانزيانت سيروتوكسيس، هتكون فتره مؤقته مش هتكمل على طول، وبعد كده في هايبوثايرويديزم which may pass unnoticed وبيكون ترانزيانت، وبعد كده بيكون في اي ثايرويديزم. وده كلاسيك بريزنتيشن اللي بيمثل 80%. مش معايا بوينتر هنا، الجزء الموجود هنا تي اس اتش بيكون قليل دينوتنج ان فيه ثايرويتوكسيس، يالا دينوتنج ان فيه هايبوثايرويديزم، وبعد كده يحصل اي ثايرويديزم. بس في 20% ممكن يكون موجود whatever، في 20% هيكون موجود بريزيستنس اوف هايبوثايرويديزم. الثايروتوكسيك فيز بتبدا بعد 8 اسابيع او شهرين لحد 6 مانس، مش بتكستند بياند التايم فريم ده. لو حصلت متاخر شويه ممكن اشك في حاجه ثانيه عامله الهايبر ثايروديزم، فور اكزامبل جريفز ديزيز، وهنشوف ايه الفرق دلوقتي. وممكن تتاخر او تحصل او تفضل موجوده لحد 1 يير. اول ابيسود اوف ثايروتوكسيس غالبا بتريزولف وممكن تعدي في مرحله الهايبو ثايروديزم. الهايبو ثايروديزم بيحصل بعد الريزولوشن اوف ثايروتوكسيس، وممكن في حوالي 10-20%، وبعض الليتريتشر قالت ان ممكن نص العيانين يدخلوا في مرحله اسمها بيرمننت هايبوثايروديزم. الثايروتوكسيك فيز زي اي ثايروتوكسيس زي ما الدكتور هاب اتكلم، بس هو هنا غالبا بيكون اسيمتوماتيك مين باس ان نوتيست او مايلدلي سيمتوماتيك. ليه بيحصل او بيكون ليه مايلد سيمتوماتيك؟ لان بيكون الارقام بتاعه الثايرويد بتكون قليله، والتي 4 اليفيشن از مور ذان التي 3. التي 3 هو المور اكتيف، لا مش بيكون عالي قوي زي التي 4. والسيمتومز زي الارتابيلتي والهيت انتولرنس. طب الهايبوثايرويديزم ممكن يجي ازاي؟ ممكن يجي بنفس المانيفستيشن بتاعت الهايبوثايرويديزم اللي قالتها الدكتوره مياده، بس غالبا دي السيمتوماتيك فيز، ودي اللي بتلفت نظر العيانه ونظر الدكتور انه ياسك فور ثايرويد فانكشن تيست. ودي بتحصل مور فريكوينتلي في الفيميلز اللي عندها بوزيتيف انتي تي بي او. المفتش كرومب هيجي دلوقتي يقول لنا ايه؟ طب ما ده ثايروتوكسيس وهايبوثايرويديزم، ليه ما يكونش حاجه ثانيه زي الجريفز ديزيز؟ ممكن يكون جريفز ديزيز، بس خلينا نفتكر التايم فريم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو 6 مانس. واتس اوكير بياند 6 مانس تايم فريم غالبا ده جريفز ديزيز، عكس الترانزنت سيرتوكسيس اللي بيكون غالبا في الفتره الاولانيه في اول 12 اسبوع. الاوفرت مانيفستيشن في جريفز ديزيز، جريفز ديزيز مش هتيجي بس واحده متعصبه او حاجه زي كده، لا ده هتيجي فيها الفول بلون بيكتشر اوف هايبر ثايرويديز، اي ساينز، جويتر. البص الانتي بودي اللي موجود هنا ممكن استخدمه في التمييز بين الاثنين، هو التراب غالي شويه. طبعا دي هتكون اكتيف ريليز اوف هرمون، هيكون في زياده في التكنيشيوم او الايودين 123، بس ناخد بالنا الحاجات دي كونتر انديكيتد في فتره اللاكتيشن. عكس طبعا البوست بارتم ثايرويديتس في اول 12 اسبوع التي بي او بيكون بوزيتيف، بيكون اسيمتوماتيك او مايلد سيمتوم. مش بس كده، مشكلتنا في الفتره دي ايه؟ ان الفيتشرز بتاعه البوست بارتم ثايرويديتس سيميلر لاي واحده لسه والده، متعصبه مش عارفه تنام، وبالتالي السيمتوماتولوجي اللي جايه بيه ممكن يكون اصلا ايه اندر استيميتد من اللي حواليها. استحملي معلش، بس انت بترضعي انت ما بتناميش، فناخد بالنا ان ده كله ممكن يلخبطنا. في ايشو برضو موجود في الفتره بتاعه البوست بارتم بيريود اللي هي البوست بارتم ديبريشن. هل في علاقه ما بين البوست بارتم ديبريشن والبوست بارتم ثايرويديتس؟ كان في سيشن قبل كده في الاسما كان الكروس توك ما بين السايكاتري والاندوكراين، ودايما الحاجات بتاعه الديبريشن والسايكوزس اساتذتنا في النفسيه دايما بيطلبوا ايه ثايرويد فانكشن تيست قبل ما بيبروسيد بالدياجنوزس سايكاتريك. العلاقه ما بينهم انكونسيستنت، في داتا قالت في علاقه، في داتا قالت في علاقه ما بين البوزيتيفيتي بتاعه الانتي بي او مش بس البوست بارتم ديبريشن. في ستاديز قالت لا ما فيش اي فرق خالص، ولو انا اديت علاج ما فيش اي تحسن، بس اخد في بالي او اخد بالي ان مع ان في ما فيش sufficient evidence، بس الجايد لاين سواء الاندوكراين سوسايتي او الامريكان ثايرويد اسوسيشن قالت سيرش فور ات لو انت في ديبريشن. والاندوكراين والامريكان ثايرويد اسوسيشن كاتباها بشكل جميل قوي، all patient with depression، مش كاتبت بس البوست بارتم ديبريشن، all patient with depression including البوست بارتم ديبريشن سيرش فور ثايرويد ديسفانكشن. الايشو اوف فيلير اوف لاكتيشن، دايما الثايرويد ديسفانكشن سواء هايبو او هايبر ممكن يمبير الميلك ليتنج افكت اللي بيحصل مع اثناء عمليه اللاكتيشن، وبالتالي لازم ادور على ثايرويد فانكشن لو حصل فيلير اوف لاكتيشن او بور لاكتيشن. بس بلاش ننسى الاسباب الاخطر، يعني دايما لما بيحصل فيلير اوف لاكتيشن دماغنا بتروح فين؟
فاكرين زمان شيهان سندروم والبوستبارتم هيموريج والحاجات دي، فما ننساش الاسباب الايه الاخطر، وبس ناخد بالنا ان ممكن يكون في سبب هايف يكون ده السبب. برضو الداتا اللي بتخص التريتمنت في الجزئيه دي مش واضحه قوي، بس في ريكومنديشن لو الست هيكون في عمليه لاكتيشن لازم اعالجها لو فيها ثايرويد ديسفانكشن. ايه اللابوراتوري فيزز او اللابوراتوري ستادز اللي ممكن تتعمل في حالات الثايروتوكسيكوزس؟ هلاقي التي اس اتش قليل، الفري تي 4 والتي 3 عاليين. طيب في الهايبوثايرويد فيز نفس الكلام، بس في مشكله ان التي اس اتش ممكن يتاخر شويه، هلاقي الفري تي 4 والفري تي 3 قليلين بس التي اس اتش لاج بيتاخر عنهم. الانتي بي او بيكون بوزيتيف، واحنا قلنا الموست اكسكلوسيف في كل الحالات. التراب هلاقيه بوزيتيف لو انا شاكك ما بين البوست بارتم ثايرويدايتس وجريفز ديزيز. الثايروجلوبولين ده ايه؟ ديستركتيف ماركر، بيطلع مع الدستراكشن، موجود وهيكون عالي بس مش بيكون ما بيكونش افكتيف ومش ليه لازمه قوي في الفولو اب لانه ممكن يلخبطني. از ريجارد السكريننج، هل في يونيفرسال سكريننج؟ الامريكان الاندوكراين سوسايتي حطت 3 ستيتمنت ريجاردنج ذس، قالت مفيش سفيشنت سكريننج بروتوكول لكل العيانين. انا هعمل سكريننج للناس اللي عندهم تي بي او انتي بودي بوزيتيف، او الستات اللي عندها هاي ريسك زي الستات اللي عندهم ايه اوتو اميون ثايرويد ديسفانكشن او اوتو اميون اندوكراينوبسيس ثانيه او اي اوتو اميون ديزيز. طيب عاوزين ندخل فتره العلاج. خلاص انا اكتشفت العينه دي فيها بوست بارتم ثايرويدايتس فور اكزامبل، اكتشفتها في فتره الثايروتوكسيكوز اللي هي ترانزينت، هل هعالج ولا لا؟ الداتا از انسفيشنت، مفيش داتا بتاكد عمليه تريتمنت. اول حاجه طبعا افرق ما بينها وما بين الجريفز ديزيز. الانثايرويد دراج هل هتكون مفيده في الحالات دي؟ لا، ده ديستركتيف، وبالتالي الانثايرويد دراج مش ليها حاجه هتعملها في الحالات دي. ولو في سيفير سيمتوم انا ممكن ادي بيتا بلوكر زي ما اساتذتنا قالوا بروبرانولول او الميتوبرولول. ودي الستيتمنت اللي كانت موجوده في الاندوكراين سوسايتي والامريكان ثايرويد اسوسيشن. الامريكان ثايرويد اسوسيشن في 2017 حطت ان انا استخدامي للبيتا بلوكر في السيمتوماتيك كيس انكلودنج البروبرانولول والميتوبرولول وكاتبينهم بالاسم، والانتي ثايرويد دراج از نوت ريكومندد، مش هستخدمها لانها مش هتكون ايه مفيده. لازم اتوقع الهايبوثايروديزم اللي هيحصل سواء ترانزينت هايبوثايروديزم او لونج تيرم هايبوثايروديزم بيرمننت هايبوثايروديزم، وبالتالي بعد الريزوليوشن اوف سيمتومز اوف ثايروتوكسيكوزس لازم ادور على الهايبوثايروديزم بالفولو اب بالتي اس اتش والفري تي 4 كل 4 ل 8 اسابيع. طيب هل هعالج الهايبوثايرويد فيس؟ امتى هعالج؟ هعالج لو العيان ده سيمتوماتيك، هعالج لو الست دي لاكتيتنج او اتمبتنج بريجننسي او بيكام بريجننت، مش هعالج لو السيمتومز مش موجوده، لو تي اس اتش از اليفيتد بس مش اكستند بياند العشرة لحد ما تبقى ايه ثايرويد. وطبعا اكونسل كونترسبشن، لازم ادام اختارت انها ما تاخدش علاج او انا اخدت قرار انها مش هتتعالج اكونسل انها تاخد كونترسبتيف ميثود تكون افيشنت ويز فولو اب اند ثايرويد فانكشن تيست كل شويه. برضو الستيتمنت دي كانت موجوده في الاندوكراين سوسايتي والامريكان ثايرويد اسوسيشن نفس الكلام، هعالج خلاص مش هعالج هعمل فولو اب بثايرويد فانكشن تيست. طيب هل التريتمنت ده انفينيت فور لايف؟ لا، مفيش داتا برضو افيشنت موجوده. اخترت العلاج بتاع الهايبوثايرويد، هحاول اعمل تابرنج بعد 12 شهر، نجحت في ده، التي اس اتش ما ابتداش يعلى مني تاني خلاص، يبقى دي كانت ترانزيت هايبوثايرويديزم ودخلت في الاي ثايرويد فيز زي 80% من العيانين. لقينا التي اس اتش بيعلى تاني، لا يبقى كده في مشكله ودخلت في بيرمننت هايبوثايرويديزم، يبقى انا بعالج لحد 12 شهر وبعد كده بعمل جرادوال ويننج او تابرنج. طيب اللونج تيرم فولو اب، العيانين دول خلاص اكتشفتهم وعالجتهم ودخلوا في اي ثايرويديزم وعملت تابرنج ويننج للعلاج، انساهم؟ لا، في 7 ستاديز فاوند ذات ان من 10 ل 50% وده رقم كبير، 50% من الستات اللي دخلوا في بوست بارتم ثايرويدايتس ممكن يدخلوا في بيرمننت هايبوثايرويديزم بعد كده، خاصة لو مالتي بارا، خاصة لو في فيتشرز موجودة في السونار انها هايبوكيجينيك، خاصة لو التايترز بتاعت الانتي بي او كانت عالية قوي، خاصة لو في ستات سنهم كبير شوية اثناء الحمل او في هيستوري اوف ميسكارج. هعمل ايه؟ هعمل انوال تي اس اتش كل سنة لحد 5 ل 10 سنين او فور لايف. طيب وات از ذا ايشو بريفنشن؟ خلاص انا عملت لهم فول اب وزي الفل، هل في حاجه ممكن احمي بيها العيانه انها تدخل في بوست بارتم ثايرويدايتس؟ لا، في تو ستاديز اتعملوا تو راندمايز كنترول ترايل اسيست النقطه دي، شافوا ان انا ادي للستات اللي عندهم تي بي او بوزيتيف اثناء البريجننسي سواء ليفوثايروكسين او ايودين، ولقوا ان مفيش افكتيف بروتكشن اجينست البوست بارتم ثايرويدايتس. في ستادي
assessed the use of selenium to protect against the postpartum thyroiditis كانت ناجحة شوية، بس مفيش statement يخص السيلينيوم. وفي study وكانت على large number of patients لقيت ان الريسك او اليوز اوف سيلينيوم بهاي دوز may predispose the patient لي type 2 diabetes. الامريكان ثايرويد اسوسيشن في 2017 برضو قالتها صريحة it is not recommend to protect or prevent البوستبارتم ثايرويديتس باستخدام الليفوثيروكسين او الايودين. دي السلايد الأخيرة، عيانة جاية بوستبارتم ثايرويديتس في ثايروتوكسيك فيز اسيمتوماتيك، خلاص مش هعالج، هعمل فولو اب لحد ما يحصل ريزولوشن للثايروتوكسيكوز. طب لو هي سيمتوماتيك فيها بالبيتيشن، هدي انتي ثايرويد دراج، مش هدي انتي ثايرويد دراج، ممكن ادي ايه؟ بيتا بلوكر، ميتوبرولول او بروبرانولول لحد ما تبقى ايوثايرويد. دخلت في هايبوثايرويد فيز، هعالج لو سيمتوماتيك، هعالج لو لاكتيتنج، هعالج لو اتمتنج بريجننسي، لو ما عالجتش هعمل فولو اب لحد 1 يير، بعد ال 1 يير ده هعمل انوال تي اس اتش لحد 5 ل 10 سنين او 4 لايف. ماي تيك هوم مسج، بوست بارتم ثايرويديتس از ا كومن بروبلم، ريلاتيفلي كومن. بوست بارتم ثايرويديتس بريدكت بوست بارتم ثايرويديتس مي اوكير. التايترز بتاعت الانتي بودي اللي هي تي بي او از بريدكتور. الاوتو اميون اوردرز انكلودنج تايب 1 دايابيتس لوبس او اي اوتو اميون فينومينا از ا بريدكتور. البوست بارتم ثايرويديتس شود ان ثايروتوكسيك فيز شود بي ديفرنشيتد فروم جريفز ديزيز، لازم نكون اوير بالفيز بتاعتها عشان ادي بروبر تريتمنت. الهايبوثايرويديزم مي اوكير ويل اوكير، شو سو تيك كير. ثانك يو.